السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الثانية في الأسبوع 11 في علم هيستوباثولوجي. توقفنا لغاية موضوع لانج كانسر، تكلمنا وقلنا من ناحية هيستولوجيكال بيكتشر أو هيستولوجيكال تايبس هنالك أربعة أنواع لهذه أو أربع أشكال لهذا التغير المرضي الخبيث في الأنسجة الرئوية. كان أربعة أنواع: سمول سيل كارسينوما اتكلمنا عنها وقلنا مجمل ما يحدث بها أنه تظهر خلايا تحمي الأنوية بشكل مغزلي. الأنوية تظهر بشكل مغزلي وين؟ داخل خلايا الأكياس الهوائية. قال لك رقم 2. النوع الثاني نمشي، بهذا الشكل. طيب سكويماس كارسينوما وهو اختفاء الخلايا الطبيعية وظهور خلايا غير طبيعية تغدو جدار الشعب الهوائية، وهي تظهر في الشعب الهوائية. النوع الثالث أدينو كارسينوما، وهو مجمل هذه الحالات يظهر في لدى السيدات، يظهر للغير مدخنين رغم وجود علاقة مع الدخان ومكونات الدخان. وقال لك إنه ثلثي الحالات يكون بريفري أي of the lung أي على طرف الرئة. Sometimes in relation to scarring، يعني ظهور ندبات نقطة بيضاء صديد أبيض داخل، يكون من حوله جلد على لون أحمر. ما يميز هذه الحالة كما رأينا أنه بداية تغير للخلايا للأكياس الهوائية لتصبح بالشكل كما نراه لدينا الآن، ازدياد سمك زائد تليف، ثم يختفي التليف وتتحول هذه الخلايا في الأكياس الهوائية بجدرانها. بهذا بدل لاحظنا في حالات سابقة أنها تتآكل جدران الأكياس الهوائية، هنا لا تتآكل، هنا تزداد خلايا، تظهر خلايا جديدة. سبحان الله. نيجي للنوع الرابع، Large Cell كارسينوما أو لارج سيل أنابلاستيك كارسينوما. لارج سيل أنابلاستيك كارسينوما عفوا the name suggests كما هو هذا الاسم يقترح. This is a tumor consists of large، يعني بناء اسم على مسمى، يعني بما انه الاسم لارج سيل كارسينوما يبقى الخلايا بدها تكون المالجنانت لارج without any specific differentiation، بس ما يميزها انه الخلايا بتكون ايه كبيرة. ما يميزها انه هذه الخلايا تكون كبيرة دون اي تغيير. The tumor usually arise centrally. The tumor usually arise centrally ويظهر وسط الشعب الهوائية في طرف الرئتين من الوسط من الداخل. Etiology of lung cancer العوامل المسببة أو المثبتة في حدوث هذا النوع من الأورام الخلايا الكبيرة. رجعوا قال لك تاني cigarette smoking. This is by far the major cause، وهو عامل رئيسي مرتبط ارتباط وثيق في عملية ظهور هذا النوع من الأورام أو الكتل الورمية.
السرطانية، عافانا الله وإياكم. Established by epidemiological and animal study، بناء على دراسات إبيديميولوجية، علم الأوبئة، والأنيمال ستادي، الدراسات التي تجرى على الحيوان ومن ضمنها الإنسان، تقول بأن هذا النوع من أنواع الأورام السرطانية يكون المسبب له بشكل رئيسي هو سيجاريت سموكينج أو سيجاريت سموكس. طب ليه؟ قال لك لأنه السيجاريت سموك، دخان السجاير، كونتين كارسينوجينز. كارسينوجينز المقصود فيها مركب مؤدي إلى حدوث السرطان، مركب يؤدي إلى حدوث السرطان عافانا الله وإياكم، such as مثل المركب التالي 3.4 بنزل بيورين and نيوتروز أماين. هذا اسم المركب اللي موجود في السجاير، في داخل السجاير. رقم 2، بعد السجاير industrial and atmospheric pollutions، التلوث الجوي والتلوث الصناعي ممكن يسبب عندنا هاي الحالة المرضية. There is a large number of pollutant industrial process. هنا بدي أقول لك التلوث الصناعي من المصانع، من مصانع البطاريات، من مصانع النايلون، من مصانع المواد الكيميائية البوية ومركبات أخرى، من مصانع النايلون والبلاستيك والكراسي، من مصانع المواد التي تستخدم في التكنولوجيا الحديثة، من الروائح، من الإشعاعات. لكل هذا يؤدي إلى ظهور هذا النوع من اللارج سيل أنابلاستيك كارسينوما. وبقول لك مثال على ذلك، العمال اللي بيشتغلوا في مصنع الأسبستوزز، أو الأسبستوز، الناس اللي بتشتغل مع الأسبست، حتى الناس اللي بتتعامل مع الأسبست، حتى اللي بتبني في الأسبست، حتى اللي بتركب في الأسبست، حتى اللي بتدهن الأسبست، كل الناس اللي بتتعامل مع الأسبست قابلين إلى حدوث لارج سيل أنابلاستيك كارسينوما. أيضا في المينرز، عمال مناجم الفحم، وعمال مناجم الفحم exposed to irradiation، يتعرضون إلى الأشعة، يتعرضون إلى هم بشكل عام. المينرز مقصود فيها اللي الناس اللي بتشتغل في التعدين، يعني مع المواد المعدنية، حديد، ألمنيوم، ذهب، نحاس، فحم، كل هذا تعدين بنقول عنه. فالمينرز هذول exposed، يتعرضون لأشعة، قد تكون هذه الأشعة تستخدم في الأمور الصناعية عندهم، زي الرادونز، زي اليورانيوم and metal smelters. والناس اللي بتشتغل برضو في المواد الكيميائية والمصانع، الألمنيوم والكهرباء والنحاس والخبازات والمش والفيش الكهرباء والمش عارف الأمور هذه كلها، واللمبات ومصانع اللمبات، مصانع الأضواء، مصانع كل هاي التكنولوجيا بشكل عام. and metal smelters، الناس اللي بتستنشق هاي المركبات بيكون عندها قابلية إلى إنه يحدث النوع هذا من large cell anaplastic carcinoma. كروميوم اند نايكل، نايكل اللي هو الكروميوم والنايكل، المواد اللي السلك، اللي بتعرفوه السلك اللي بيستخدموا في الخبازة، والسلك اللي في الدفاية، هذا اللي بيضوي، هذا كروموم
كروميو ونايكل ونسبة وتناسب، وفي بحطه فيه حديد يعني بخلطوه معاه، إذا كانت نسبة الحديد عالية بتلاقي السلك إيه بتكسر بسرعة وما بيحماش كتير وخشن كمان بكون سيء والعكس. طيب secondary lung tumors، secondary lung tumors ممكن بشكل عام تفهم هذه النقطة وتحطها في راسك وتطبق على جميع أورام والكتل السرطانية الرئوية، تبقى فاهم الكلمتين هذول تحفظهم للعلم وللحياة. It must always be remembered، لازم انت تتذكر، بقول لك لازم انت تتذكر يا بني، ذات ذلك many other cancers، أنواع عديدة من الكانسرز وخصوصا الرئوية spread، تنتشر to all the lung، في كل الرئتين ومن اللانج ومن الرئتين تنتشر إلى سائر أنحاء الجسد من خلال البلط، من خلال الدم. طيب كيف بدها تصل للدم؟ حكيت لكم أنا قبل هيك، ما بين الدم وما بين النسيج يوجد نظام فلترة في جميع أنحاء الجسد، أينما تنظر تجد أنه يوجد عقد لمفاوية تعمل على الفلترة، ما يدخل من النسيج إلى الدم فأنت ليمفاتيك روتس. فبالتالي اللي بدك تفهمه إنه ومتى دخل هذا الميكروب، متى دخلت هذه الخلية المريضة إلى من النسيج إلى النظام الليمفاوي محاولة الوصول إلى الدم، إذا وصلت إلى العقد الليمفاوية يعني لنا أنها حالة انتشار لهذا المرض في سائر أنحاء الجسد، لأنه بكون انتشر في العضو كله، الآن بده ينتشر على الجسد كله، بده يصل يعمل بكتيريميا سبتسيميا، من ثم يصيب الكبد، يصيب الطحال، يصيب الكلى، يصيب القلب. تمام، هذه النظرية تحطها بين عينيك وحلقة في ودنك أو في ودنك، تحفظهم الكلمتين الأخرانيتين. طيب نمشي. ذاكرين في أول ما تكلمنا على الكانسرز، لانج كانسر، قلت لكم اكتبوا على جنب الكتاب بناين كانسر والتيومر كانسر، تمام، وقلت لكم البناين بعدين بنحكي فيها. الآن إجا وقتها نتكلم عنها others tumor of the bronchi and gland and lungs lungs عفوا في القصبة الهوائية وفي الرئتين. قال لك benign tumor of the bronchi and lung are unusual، وعادة هدول أو ظهورهم اللي هو الحميد، سرطان عافانا الله وإياكم حميد في الرئتين نادر، مش دائما بيظهر وبنشوفه، مش دائما بيظهر وبنشوفه، نادر unusual مش معتاد يعني مش متعودين نشوفه. هيك بقول لك سكويموس بابيلوما، بابيلوما شكل الحليمي، شكل حليمي يقال عنه، بروز يظهر، بوليب بويد اللي هو بوليب اللي هو شكل بروز يظهر. أجيب القلم وأرسم لكم إياها، شكل حليمي تظهر زي هيك، هذا الجزء اللي احنا رسمناه، هذا حلمة حليمي كوندروما، عفوا بوليبويد كما يقال، كيف ما تحب تسميها بوليب.
هادي البروز غير معتاد ظهوره في المكان هذا، فجأة لقيناه ظهر وبالتالي يؤدي إلى الانسدادات في المكان هذا. طيب benign a tumor of bronchi of lung are unusual. There are two main type. في منه نوعين، سكويماس بابيلوما اللي هي البوبل البوليب بوليبويد usually multiple at mouth of large bronchi. طيب بابيلوما are similar to papillary tumors of the larynx. They occur in young بيوبل، يعني بده يقول لك انه نفس اللي حكيناها في البيبلوماس اللي هو من ناتج فيروسي مسبب لها ان يانج بيبل اند ان اوكيشن، واحيانا مي كوز ستريبر ديو تو بارشال اوبستراكشن مؤدية الى حدوث، اكتب انت جنبها ترجم، مؤدية الى حدوث بارشال اوبستراكشن انسداد جزئي. دي ار ديو تو بابلوما فيروس، وجود البابيلوما فيروس infection. malignant change is exceptional. شوف هالكلمتين طلع فيهم افهمهم، يا ريت تفهمني اياهم. قال لك malignant change، malignant change exceptional، أي أن تحول هذا النسيج الحميد إلى خبيث هذه قاعدة مستثنية لم تحدث. خلاص الحميد حميد والخبيث خبيث. النوع الثاني تمام رقم 2 اللي هو أدينو كوندروما، أني أدينو كوندروما. These are uncommon hematomas of the lung which consists of lobules. نفس القصة، تكون فصوص of cartilage في الكارتليج في الكوندروسايتس في الغضاريف اللي موجودة. cleft like space link of bronchial epithelium. They are important that they appear coin lesion. وأهم ما يميز الكوندروما أنها، وين راح الكلام؟ طيب مهمة لأنها تظهر زي الكوين. شو الكوين؟ زي العملة، يعني بيكون ظهورها ماخذ لطخة زي النص شيكل، زي الشيكل، زي العشرة شيكل. خصوصا وين؟ هذه ظهرت ليجن، لطخة ظهرت، هذه بنقول عنها ليجن، هذه ليجن بينت في صورة الأشعة زي ما شفنا في المحاضرة السابقة، بيّنت في صورة الأشعة and may stimulate، وهي تحفز primary and secondary tumor. طيب they are completely benign. قال لك صورة الأشعة تحفز حدوث البرايمري اند سكندري تيومر، عشان هيك صور الاشعه بنبعد السيدات الحوامل، لانه خلايا بتكون تتضاعف في قمه السرعه والانقسام في داخل بطنها في هذا الجنين، فلما نعرضها لاشعه والتضاعف السريع هذا احتمال كبير ان يحدث تشويه او تضاعف خاطئ، فظهور خلايا غريبه فيعتبر خلايا سرطانيه تظهر على هذا الطفل. طيب عشان هيك الاكس راي تحفز حدوث، قال لك انه تحفز اللي. طيب قال لك برضو نفس ما تكلمنا فوق، قال لك انه خلي بالك في الادينو كوندروما، في الادينو كوندروما النوع الثاني they are completely benign. شايف كيف؟ قال لك وهو بشكل كامل هذا المشكلة كاملة تعرف ب completely benign، بشكل بتكون حميد، أي حميد أي أنه لا يدخل في الميتاستيسيس ولا increase in size ولا يزداد حجمه ولا يؤثر
لكن الخوف إنه يعمل ضغط على إيه؟ أوعية دموية أو أعصاب فقط. طيب النوع الثالث كارسينويد تيومر، كارسينويد تيومر، كارسينويد تيومر هو بشكل عام ليجونز برضو لطخات زي النصيج اللي حكينا عليها، نادر رؤيتها، لكن مشكلتها انه بتعمل اوبستراكشن نفس ما قلت توي، انه انسداد، ضغط على الاعصاب، ضغط على الاوعيه الدمويه والى اخره. This turners account او عفوا tumors account for 12% of primary lung new plasma، يعني بداية تكون الأورام new بلازما، يعني تكون خلايا جديدة 12% منها بكون ايه؟ benign tumor اللي هو ايش اسمه؟ carcinoid tumor. carcinoid tumor this is often appear around this تظهر نواحي 50 سنة. usually the tumor is situated situated يقع in primary bronchus or at the lung periphery، يا إما في بداية الشعبة الهوائية تمام أو على طرف الرئتين. The tumor is smooth a smooth surface nodule a smooth surface nodule yellow nodules يلو أصفر عقد صفراء تظهر. histological this resemble إيه اللي هو أدي اللي هو carcinoid tumor of appendix. طيب small pluripotent tumor metastasis كذا كذا proven malignancy. طيب نمشي السطر عليك. مش central tumor tend to block the bronchia BMI arise حدث انسداد في الشعبة الهوائية collapse of lung انسداد على الرئتين أو حدوث infection التهابات يا إما بنمونيا يا برونكياكتيسيس يا lung abscess ظهر lung abscess. تمام typical carcinoid التيومر this sub group of tumor show nuclear polymorphism اللي هو تغير في شكل النواة and activity and necrosis over half evenly metastasis. التيومر of bronchial gland both benign and low grade malignant tumor of thyroid gland are occasionally this present in obstruction lesions. قال لك هنا وجود both benign and low-grade malignant tumor in bronchial gland are occasionally seen. يعني عادة هذه الأورام الحميدة والدرجات البسيطة من الخبيثة نراها وتظهر نادرا نراها في العينات المرضية. كله بيجي تيومر على مراتب ميتاستيزي this present as obstruction lesions إلا هذه الحالات. لو أنت حبيت تترجم هذا السطر بس أكتب لي تحته هذه الحالات الحميدة والدرجة الأولى من الخبيث لا نراهم إلا في حالات نادرة والباقي وذلك إذا كانت قد وقعت في منطقة
أدت لانسداد، تبقى عندك لانسداد وين؟ أو ضغط على الأعصاب أو غيره، وهذا بنشوفها وبنلاقيها وبنستشعرها وبنشعر فيها. تمام؟ طيب نقدم digestive system and histopathological study. الآن بدنا نخرج من الجهاز التنفسي، بدنا نتكلم على الجهاز الهضمي، بدنا نتكلم زي ما احنا شايفين الآن، حنتكلم من بداية من الفم، شو الأمراض اللي بتصيبه، شو الأورال كانسرز، شو الماوث وإلى آخره. طبعا مش كل هذا حناخده، لكن حننتقل، لذلك اتبع معي مع محاضراتي، اللي بقوله مطلوب منا، اللي ما بقوله بيبقى مش مطلوب منا، أو أنا ساعتها بنوه لك. تمام؟ طيب خلينا نقدم. طبعا زي ما انتم عارفين مكونات الجهاز الهضمي تبدأ من الفم لغاية الأنس، فتحة الشرج. طيب الحجاب الهاجز يحجب الرئتين عن ما سبق وأن تكلمنا عنه في الريسبيراتوري سيستم. طيب لو جينا اطلعنا للجهاز الهضمي، يحتوي على العديد من الخلايا والأنسجة، مثلا يحتوي على نفس الرئتين، يحتوي على سموث ماسل تيشو، عضلات لكن لا إرادية، عضلات لا إرادية، يحتوي على لوس كونكتيف تيشو، أنسجة ضامة رابطة، أيضا موجودة بالإضافة إلى العضلات. أي نوعين؟ يحتوي على النيرف، يحتوي على النيرف، أيضا يحتوي على إبثيليوم تيشو، يحتوي على سبورتينج كونكتيف تيشو اللي هو البلاد، هذا كله موجود في مثلا في جدار الأمعاء، الاستومك، المعدة عفوا. فبالتالي اللي بدي أقول لك إياه إنه أربع أنواع من الأنسجة اللي إحنا درسناهم موجودين: مسل كونكتيف تيشو، نيرفاس تيشو، إبيثيليوم تيشو، حتى البلد اللي هو السبورتينج أو الفلويد كونكتيف تيشو موجود. طيب خلينا الآن نتكلم على الماوث. شوف يا سيدي العزيز، الماوث الفم عادة ما يقطن ويسكن لا يقل عن 300 نوع، 300 نوع من الخلايا الجرثومية في الفم، وعادة معظمها لا يكون ضار. بتخيل معي 300 نوع في الفم، في حينه انه اليورين البول بكون معقم لا يحتوي على جراثيم، انما اول دفعه من البول يتحول الجراثيم الدخول الى مين؟ الى المجرى البولي. احنا اليوم اللي بدنا نعرفه انه من اكثر المناطق وجود جراثيم فيها هو الفم. عفوا. فبالتالي هو أكثر عرضة لحدوث
التهابات infection inflammation. طيب قبل ما أتكلم، الالتهابات على سائر أنحاء الجسد في أي مكان بتحدث، المسببات لها إما بكتيرية، اكتب عندك لو مايكرو أورغانيزم حكناهم قبل هيك، بكتيرية أو فيروسية أو فطرية، تمام، أو وحيد الخلية اللي هو الباراسايت، هاي أربعة. طبعا في من ضمن الأحياء الدقيقة اللي هو علم الطحالب ألجي، لكن لا نذكره هنا لأنه مش مهم إلنا طبيا. الانفلاميشن A wide variety of inflammation condition are seen. بداية نبدأ في الفيروسات، الفيرال انفكشن، الالتهابات الفيروسية، أشهرها هي فيروسات تصيب الجهاز الهضمي، تصيب الجسم بشكل عام، تقطن في الأعصاب، تقطن في الجهاز الليمفاوي، تختبئ لسنوات ولا تظهر إلا في حالات معينة. على سبيل المثال عندك الهيربس سيمبلكس، هيربس سيمبلكس، وهاي الهيربس سيمبلكس هو يصيب الإنسان هذا الفيروس، يبقى كامن، يبقى كامن في الأعصاب، صاب البنت هذه وهي صغيرة، صاب الولد وهو صغير، بقي كامن في الأعصاب دون ما يعمل له أي مشاكل لهذا المريض أو هذا الشخص، ولا يسبب له أي مشاكل. لكن في حال تغير مناعي، تغير نفسي، يعني مرت في ظروف صعبة، تغيرت نفسيتها، تغيرت نفسيته هذا الشخص، تقلبت نفسيته، ضعفت المناعة عنده، اهتزت المناعة، يعني يقوى هذا الفيروس مسببا، هذا النوع من الهيربس سيمبلكس مسببا إلى وجود ألسر، تقرحات، إما على الفم زي ما احنا شايفين على الشفة، أسفل الشفهان، إما على الفم أو المنطقة الجنسية، المثلث الجنسي، يظهر نفس الشيء هنا في لحظات ضعف وتغير الحالة المناعية والنفسية. طيب قال لك herpes simplex virus usually type 1 infect the mouse، يصيب الفم، in young children، في الشباب، في الأطفال يعني سن البلوغ أو حاجة زي هيك، in numerous vessels and ulcers، يحدث، نلاحظ حويصلات زي الحويصلات المائية زائد تقرحات مرئية في المكان هذا. The virus can become latent، يبقى هذا الفيروس خاملا. الله، يعني ايه يبقى كامنا خاملا لفترات طويلة، in the trigeminal ganglion اللي هي الخلايا العصبية، and repeated cold sores occur on the lips in later life، وفي فترة من حياة هذا الشخص تبدأ ظهور على الشفاه للشخص هذا، على الشفاه إنه تظهر manifest blister and inflammation، بثور تظهر على الفم. طيب نظرا لضيق الوقت ونظرا لما يكون حجم الفيديو كبير عندي لأنه عندي عداد، فبالتالي أتوقف للجزئية هذه ونستكمل المحاضرة القادمة، واستودعكم في الله. السلام عليكم.